السلام عليكم. كنبغي نشكر الزملاء الاعزاء على تلبيه هذه الدعوه هذه والوقوف معي في هذه المحنه هذه اللي بصراحه كتمر عليا يعني مرور يعني اثر فيا نفسيا وضغط يعني واحد الضغط النفسي اللي بصراحه كنعيشه وما كنبغيش العدويه بصراحه ديال الله يعني هادشي ما كتبغي الا الله ما كيبغي الا الله العبد. المشكل ديالي هو انه المهم نقدم لكم راسي معكم محمد الزين ابن مدينه الشماعيه اقليم اليوسفيه مراسل معتمد باحدى الجرائد. المشكل اللي وقع لي هو ان تنصب عليا من طرف احد ملاك احدى الجرائد الالكترونيه اللي تاسست في بدايه شهر مارس من هذا العام الجاري يعني تقريبا 24 مارس 25 مارس من هذا الشهر من هذا العام هذا. هذا السيد هذا يعني بعد ما كسب الثقه ديالي وكلفني باش انني يعني بحكم انه ما عندوش تجربه كيف ما حكى لي هو يعني ما عندوش تجربه في هذا الدومين وهذه يعني كان كيدير حتى هو هادشي ديال السوشيال ميديا ولكن بحكم انه ما عندوش علاقه بالجرائد الالكترونيه يعني كلفني باش انني نلقى الديزاين ديال لي بونيط على الشكل هذا ونتواصل يعني مع اصحاب المطبعات انهم يتكلفوا بطباعه هاد لي بونيط وكلفني ايضا الا كنت كنعرف شي مراسلين ديال الجرائد هذه انني يعني نوصل لهم خبر كاين واحد الجريده يلاه تاسات هذه. المهم السيد كسب الثقه ديالي هكا يعني كان كيصيفط لي الفلوس باش انني نخلص لي بونيط للمطبعه وهذه. هو هاد السيد هذا بصراحه هو يتراس عصابه اجراميه مختصه في تزوير العقود للهجره وبصراحة كيضرب في الشباب ديال البلاد ديالنا اللي منهم انا اللي بصراحة عمرها كانت عندي ديك الفكرة ديال انني نهاجر لبرا. انا لو كانت عندي الفكرة كنت غادي نعيشها في اوائل العشرينات ديالي يعني كاع الناس ديال الشماعية الا سولتيهم عليا يقول لك هذاك السيد عمرو حراق يعني عمرو فكر في انه يهاجر. انا بخير انا عايش بخير يعني وعندي وليدات ديالي ورب عائلة يعني رب اسرة يعني هذا الشيء ما كانش كيدخل لي البال. الور عودة للموضوع هاد السيد هذا هو مالك لاحدى الجرائد الالكترونيه اللي تاسست في بدايه شهر 25 او 24 مارس من العام الجاري. هاد السيد تواصل معايا على انني نخدم معاه كيف ما ذكرت يعني وبعد مده من اللي كسبت الثقه ديالي واحد النهار يعني عرض عليا قال لي راه كاين واحد الفرصه ديال الهجره بحكم انك انت خدمتي معايا محمد وضربتي معايا تماره يعني واسستي معايا الجريده طلعت يعني في ليفي وطلعت يعني حتى في ولات كتشاف على الصعيد ربوع المملكه. قال لي يعني الا كنتي يعني تعرفات على في ربوع المملكه ديالنا وتعرفات بصراحه هذه الجريده يعني ولات عندها متابعين وعندها هذه. واحد النهار هو جبد لي بانه كاين واحد الفرصه ديال الهجره إذا كنت بغيتي تهاجر محمد راه كاين واحد الصديق ديالي كيتكلف بعقود العمل لإحدى الدول الأوروبية ولا كنتي كتفكر أنني غادي ندخل هادشي بحكم أنك ضربتي معايا تمارة وتكرفستي معايا يعني وهمني وعطاني يعني واحد الوعود اللي هي وعود كاذبه. انا ما يعني ما جاتش في بالي انا انه غينصب عليا السيد او ان السيد مثلا كيبني لي مكيده باش انني يطيحني في الفخ باش يسلب مني الاموال اللي بصراحه انا تعذبت ومازال حالي يمكن تعذب الدوبل ديك العذاب صراحه ديال الله. هادشي هذا ما كيبغي الا الله على العبد ديالو. واش نقول لكم يعني دابا راه كنهضر وكنهضر بواحد الحرقه بواحد النفسيه محطمه يعني ويعني وكيخرج لي الكلام يعني متعثر بخصوص هذا الشيء اللي وقع لي هذه يعني مابقيتش كنعس مابقاش كيجيني النعاس يعني مابقيتش كنقد ناكل مزيان وليت كنفكر في هذا الشيء يعني وليت كنفكر في شي حوايج اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يعني هاد الناس قاطعين ايدهم من ايد الرحمن. الور المهم في اطار الخدمه كنتواصلوا بشكل يومي كنتواصلوا بالنهار في العشيه في اطار العمل يعني شنو الخبر ديال اليوم شنو واقع فاذا بك يعاود يكرر لي الموضوع ديال الهجره. قال لي ها انت محمد الا كنتي بغيتي تمشي غير قرر وقول لي. انا ما قررتش والو كيعاود هو اسيستي عليا على هذه الهضره ديال الهجره هذه. المهم قلت ليه عاود جبد لي اللي تروازيام فوا قال لي ها انت السيد راني دويت معاه الصديق ديالو اللي هو سميتو وديع الكنيه ديالو مشات ليا من بالي سميتو وديع اللي هو شريك ديالو في هذا العمل الجرمي هما عصابه هما مختصين في هذا الشيء هذا. هذا السيد هذا قاطع يده من ايد الرحمن. قلت له اذا كان شي حاجه قانونيه يعني غادي نمشي قانوني علاش لا؟
يعني غنمشي بعقد عمل كيف ما قال لي، وغادي نمشي يعني عندي السكن ديالي، عندي يعني الاقامه ديالي تما عندي. قلت له علاش لا ماشي مشكل. المهم قال لي ها انت باش تصور لي الباسبور ديالك وتصور لي الوثائق الاداريه ديالك وتصيفطهم ليا. ما نصبش عليا غير انا، نصب على مجموعه ديال الشباب هنا في مدينه الشماعيه. هذا السيد هذا ملقب بمولاي الشريف ايوب، اللي هو تقريبا كاع الناس كيعرفوه في النواحي ديال الرباط، سلا، الدار البيضاء، قنيطره، يعني كيعرف هذا السيد معروف، مولاي الشريف، ملقب بمولاي الشريف ايوب، راه كاع الناس كيعرفوه. هذا السيد نصب عليا وحطمني العائله ديالي، وفي الصراحه نفسيتي انا محطمه بزاف، وكنتمنى من الناس انهم يآزروني، لان هذا السيد هذا دار لي ضحكه ديال الفلوس، ونصب عليا ونصب على مجموعه ديال الشباب هنا في الشماعيه. وكنتمنى ايضا من سيدنا الله ينصره، الله يطول لنا في عمره، انه يدخل على الخط في هذه القضيه هذه، لان هاد الناس يعني ما معاهمش اللعب، يعني عارفين شنو كيديروا، يعني كيبنوا المكائد، لدرجه انه وهمني بان هذيك الفلوس اللي كنصيفط ليه كل مره كيعطيني اسم، بحكم انه كيقول لي بانني راجل اعمال، انا ما مساليش، انا نصيفط لك هذا السيد، صيفط لي الامانه هذه كذا، يعني عندي ما يفيد في هذا الشيء. عندي التحويلات كيف ما عندي هنايا، عندي يعني لي فوكال ديال هذا السيد هذا وديال الصديق ديالو اللي وهموني بانه كاينين عقود عمل، يعني وعندهم بالصوره والصوت، وهاد الناس هادو يعني خدامين بروفيسيونيل، يعني هاد الناس عصابه. انا كنطلب من السي الحموشي، وكنطلب من السيد مولاي الحسن الدكي، الوكيل العام للملك بصفته وكيل العام للملك ورئيس النيابه العامه بالرباط، انه يدخل هذا الخط، لان هذا السيد كيدعي ان شي واحد كيحميه، يعني هذا ما كيحطم ولاد البلاد وكيحطم لنا الاحلام ديالنا. هذا السيد هذا هو السبب يعني في التحطيم. انا لربما نزعمت انني نخرج للاعلام وننور الراي العام بهذا الجرم اللي كيرتكبوا هاد الناس، وهاد الافعال المشينه التي تسيء الى البلاد ديالنا، يعني هاد الشيء هذا ما كيقبلوا لا الله لا العبد. انا رسالتي هذه كنوجهها بشكل خاص الى سيدنا الله ينصره ويطول لنا في عمره، وكنوجهها ايضا السيد مولاي الحسن الدكي بصفته وكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة بالرباط، أنه يدخل على الخط على هذه القضية هذه، لأننا سبق اليوم أنني حطيت الشكاية ديالي بالمحكمة الابتدائية باليوسفية على أنه اتخذ اجراء في هذا العمل الجرمي اللي يرتكب هذا السيد هذا والعصابه ديالو، اللي في الحقيقه انا ما كنتش كنتوقع انني نطيح في هذا المشكل. يعني هذا السيد كسب الثقه ديالي، يعني وخان الثقه ديالي هذا السيد هذا، حكيت لي بانني راه رب اسره، وكنت كندوز الابناء ديالي في التليفون، يعني الابناء ديالي باقي صغار، كنت كندوزهم في التليفون، يعني كسبت الثقه ديالي، وكنت كنعاود ليه بانني راه الحاله الاجتماعيه يعني الحمد لله ما عندناش ما خصناش، عايشين مع الوقت، يعني الانسان عايش باش ما قصب الوقت، باش ما كتب الله احنا عايشين. وكسبت الثقه ديالي، اللي بصراحه انا ما كنتش كنتوقع انني نطيح في هذا المشكل هذا، وبصراحه كانت صدمه قويه بعد ما تفاجات ان هذوك العقود اللي عطانا هي عقود مزوره، بان الرونديفو مزور، لدرجه انه وهمني انا ومجموعه ديال الشباب انني نديروا لاسيرونس، ديال لي فواياج، الناس اللي كيسافروا لديار المعجر كيعرفوا هذه الاجراءات الاداريه اللي كيديروا. يعني درت الاجراءات ديالي، يعني درت لاسيرونس ديالي كيف ما قال لي، خلصت القنصليه من هنا من الشماعيه، يعني عطيته الفلوس. هذا السيد هذا اش نقول لكم، هذا السيد خطير على المجتمع المغربي وعلى الشباب المغربي، يعني كفى من هذا الشيء اللي كيوقع في البلاد ديالنا. انا يعني فكرت انني نخرج للاعلام ونعاود هذه القصه ديالي اللي وقعت لي للراي العام، باش الله يجازيكم بخير، ما بقيتوش تثقوا، ما بقاتش الثقه في البلاد ما بقاتش فيها الثقه، والحمد لله ثقتنا كبيره في القضاء المغربي، ثقتنا كبيره في سيدنا الله ينصرو انه فتح تحقيق في هذا الشيء، ثقتنا كبيره في السي مولاي الحسن الدكي بصفته الوكيل العام للملك
ورئيس النيابة العامة كيف ما ذكرت في الرباط، عندنا الثقة التامة في هذا السيد، لأن هذا السيد هذا بعد ما ربط الاتصال معاه ملي اكتشفت أن هذا السيد هذا نصب علينا وعطانا عقود مزورة أثناء ذهابنا إلى القنصلية الصربية بحكم أو بدعوى أن هذه الدولة اللي غادي ليها ما عندهاش قنصلية في المغرب، وان القنصليه الصربيه هي ما تقوم بالمهام الاداريه في مكانها. انا تفاجئنا بان داك الشيء الرونديفو يعني مزور، يعني عقد العمل مزور، ربط الاتصال معاه باش انني نستفسر منه هذا الشيء، ما جاوبنيش، فاذا به كيجاوب كيهضر معايا كيقول لي راه كاين غير شي مشكل اداري مع داك الشريك ديالو هذه، قال لي راه كاين شي مشكل كذا كذا. تودي شوف الله يجازيك بخير، انا ما حدي في الرباط بحكم انا مشغول الرباط، تكرفصنا هذيك النهار، ضليت مكرفص ديك النهار في الرباط صراحه ديال الله، حالتي عشت واحد الحاله يرجى لها في الرباط هذيك النهار. ربط الاتصال به، يعني عندي ما يثبت بان هذا السيد يقر بفمه بان الفلوس عنده، وبان الى وقع شي حاجه اداريه انه غير رجع لينا المبالغ ديالنا انا ومجموعه ديال هاد الشباب اللي تم النصب عليهم من طرف هاد الشخص هذا. هذا حاشا ولله واش انه يكون شريف من الشرفه ديال المغاربه، لان الشريف المغربي مستحيل انه يطيح ود البلاد ديالو او الشباب ديال البلاد ديالو في مثل هذه المشاكل هذه، لانه هو خلق لي مشكل نفسي ومشكل اجتماعي، يعني وليت كنعيش واحد الحاله يعني حاله يرجى لها، لدرجه ان الابناء ديالي الصغار ولاو كيقول لي مالك بابا اشنو واقع لك بابا، اشيش كتلعب معنا اشيش كتضحك معنا. بصراحه السيد حطمني، وانا كنطلب من الناس اللي كيعرفوني من المراسلين، وكنطلب من جميع رؤساء من جميع رؤساء المقاولات الاعلاميه انهم الله يجازيكم بخير الى شفتوا هذا الفيديو تواصلوا معايا باش نوروا الراي العام، لان هذا الشيء خطير بزاف، لان دابا راه كنهضر وكنضرب واحد الحلقه وبصراحه جاتني البكيه، بغيت نبكي لان طحت في هذا المازق وطحت في هذا المشكل اللي بصراحه ما كانش متوقع ليا. وكيف ما قلت مستحيل ان الشريف ولد البلاد حامل بطاقة تعريف وطنية مغربية وعنده جنسية مغربية ويدير هذا الفعل الجرمي لولاد البلاد ديالو، لدرجة أن هذا السيد هذا محتال احتيالي، يعني عنده طرق احتيالية، يعني هذا السيد هذا يعني بروفيسيونيل اختصاصي في النصب والاحتيال. هذا السيد يقدر ما ناصبش عليا غير أنا وهذه المجموعة ديال الشباب اللي منتشمة عليا، يعني هذا السيد عنده جرائم أخرى. أنا كنطلب من السي الحموشي إلا كنتي كتشوف هذا الفيديو عبر هذا المنبر او هذه المنابر هذه، الله يجازيك بخير السي الحموشي، لما فتحت تحقيق في هذه النزيله هذه. وكنطلب من النيابه العامه بالمحكمه الابتدائيه باليوسفيه انهم ياخذوا الشكايه ديالي بعين الاعتبار ويدرسوها مزيان، لان هذا مشكل وطني، يعني ماشي مشكل كيخصني غير انا، يقدر يعني كاين الناس اللي اصلا تم النصب عليهم وما قدروش مساكن انهم يخرجوا للاعلام وينوهوا ويعاودوا يعني بان هذه المشاكل اللي كتبقى في بلادنا. وخلاصة كنبغي نشكر الزملاء ديالي على تلبية هذه الدعوة هذه، وكنبغي نشكر جميع الأصدقاء اللي اتصلوا بيا بعد ما عرفوا أنني طحت في هذا المشكل، المؤازرة ديالي يعني هاد الناس هادو اللي الصراحة كنبغي نوجه لهم جزيل الشكر من هنا، ناس ولاد البلاد وخارج، يعني كاين الناس أصدقاء ديالنا خارج المنطقة يعني اتصلوا بيا والصراحة كيأزروني وكيتبتوا فيا. الصراحة كنبغي نوجه لكم جزيل الشكر من هذا المنبر هذا. ورسالتي الأخيرة وخلاصة وخاتمة هذا الموضوع هذا، وأنني كنطلب من السيد مولاي حسن الداكي يدخل على الموضوع، لأن هذا السيد يدعي أن هناك شخصا يحميه من هذه الأفعال الجرمية التي يقوم بها. والدليل على ما أقول وأن هذا السيد وهمنا بعقود عمل وهمية. وشكرا لكم وإلى اللقاء، تحية لكم.